اهلا وسهلا ويا مساء الخير عليكم جميعا. بدايه يوم جميل ومساء جميل. هذا اليوم اللي ما في افضل منه، هذا اليوم هو يوم الاستمتاع باذن الله. ان اليوم نستمتع مع بعض وننبسط ونفلها. اليوم جاي كجول، لا جاي ثوب ولا شماغ ولا شيء، حيث ناخذ راحتنا ونعطي مع الشباب وننبسط. طبخة اليوم حتكون معانا باذن الله مع الشيف ساير، هي الملوخيه. امس كانت الباميه واليوم ملوخيه. العيون مين؟ العيون المتصل الامس اللي طلع معانا، العسل الجميل من شمال سيناء، متابعينا من مصر على عيني وراسي، اهلا وسهلا فيكم. اليوم باذن الله ساير راح يشرح لنا الطبخه الجميله هي الملوخيه. يعني من الاخر غدانا اليوم في المطبخ. حبيبي يا ساير اهلا وسهلا، منورت يا حبيبي. طول عمرك يا رب. الله يحفظك يا رب. طبخه اليوم ملوخيه مانجا فكاهي. اي اوكي ساير فلا. طيب يا شباب يا حلوين يا نواف ويا طيب مخلد ويا ابيك تتكلم شوي عن الملوخيه قبل لا يجون. يلا انت دامك امس تحب مصر وكذا قلنا اليوم ملوخيه. طيب اعطني فائده من فوائد الملوخيه بسرعه. الله عن نفسي انا اشوفها تمام فوائدها جدا كثيره. ما في فوائد جدا كثيره. اعطني اطلع 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 عن الطبخه. طيب نطلع عن الاشياء. احنا ما نجيب طبخه اللي فيها فوائد حيث انه الجمهور يستفيد منها والموجودين يستفيدون منها. الملوخيه لها فوائد جدا كثير بس ما اعرف اي فائده منها الأمان. انا داري الوالد الله يحفظها فوائدها كثير وتخليني اشرع منها ليل بنهار، لانه طبعا تنزرع عندنا في الحوش اللي جنبنا فمشرعين منها على طول. اعطينا شيء من فوائدها. شباب وهم جايين انا بعطيكم فائده الملوخيه. فائده الملوخيه الان بما انه فتره اختبارات للطلاب والطالبات، اول شيء انها تساعدك على الحفظ وتقوي الذاكره، فعليكم بالملوخيه. وتساعدك اذا نومك متقطع تساعدك على انك توزن نومك. فاليوم انا جايب لهم ملوخيه عشان يساعدون نفسهم على الحفظ وعلى انهم ينامون بدري، خصوصا النواف ما شاء الله يعبد النوم. طيب شو وضعك مع النوم؟ ساير المقادير وينها؟ شو وضعك مع النوم؟ ضحى معنا ساير حبيبي المقادير وينها؟ خلينا نتفاهم مع ذا الحين. ليش تنام؟ انت ليش تنام؟ ليه 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 تنام؟ سؤال ليه تنام؟ ملوخية. ليه تنام؟ شكرا يا ساير على القهوة. اهو اليوم ذي اللحم ساير يا زينك جايب لكم كفي ساير حبيبي الشعب تستاهلون وصلكم السمن والبصل ارك